دكتور إيفيلين متى بطرس عضو لجنة الصناعة بالبرلمان المصري وجهت مقترح برلماني لرئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة لحظر استيراد الأسماك المجمدة ومنها السلمون لمدة 3 شهور بعد تقارير علمية بتشير أنها مصدر للإصابة بفيروس كورونا. دكتور إيفيلين مساء الخير. حضرتك. أهلا بحضرتك. يعني هل تأكدت فعلا الأخبار أنه السلمون، أنا قريت برضو فعلا بعض الأخبار، لكن هل تأكدت أنه ممكن يكون مصدر للإصابة بفيروس كورونا؟ بص حضرتك، إحنا طالما في شكوك في مكان إحنا لازم نترصده. صحيح. يعني زي ما يكون عشان عرفنا يعني مثلا في الأسرة دي في واحد مصاب بالكورونا، فلابد أن إحنا نتبع الحالة، جاب إيه، راح فين، قابل مين، قعد مع مين، اشترى حاجة، ما اكلش حاجة، ده بيبقى مع الحوار. ودي كل المجتمعات الراقية اللي بتفهم، اللي عندها وعي، بتعمل ده. ده نفس اللي حصل في بكين لما كانوا قاعدين فترة طويلة ما فيش عندهم إصابات كورونا خالص، ما كانش في رصد للحالات، وفجأة طلعت شخصية، فعايزين يرصدوا ده راح فين، منين لفين، طلع ان هو راح سوق معين، واكتشفوا ان في نفس المكان في 4 كمان راحوا سوق تاني. أيوة. نفس السوق، فاشتريت ايه، ما اشتريتش ايه، طلع السلمون. فالسلمون ده كان جاي من الدول الأوروبية. فبالتالي هم هناك كحكومة أصدرت قرار إن مفيش حد هيستورد سلمون أو أسماك مجمدة، وخاصة إن الأسماك المجمدة بتعيش عليها فيروس كورونا لمدة 3 شهور. وده اللي خلى الصين تصرح امبارح بإنه الموجة الجديدة دي سببها وافدين أوروبيين أو من أوروبا يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. فبالتالي زي ما مثل بلدي بيقول كده، اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طب دكتور إيفيلين، خليني أسألك عن منتجات غليون، منتجات الرائعة اللي بنشوفها في الإعلان عن هذا المشروع العظيم، مشروع المزارع السمكية. أنا كمواطن مصري بنزل أشتري حاجتي بإيدي ما شفتهاش، فإحنا لا بنشوف جمبري غليون ولا بنشوف أسماك غليون، فطبعا السوق متعطش، لكن لما نشوف الحاجات ديت وتتوزع صح وتعمل لها خطة تسويقية مظبوطة، احنا ممكن ما نحتاجش ده ونقفل الاستيراد ده خالص، ولو موجود عندنا مش هنشتريه. احنا في الحقيقة نفتخر ان احنا عندنا مزارع سمكية بالطريقة دي اتعملت، وفي نفس الوقت احنا رحنا زرناها مع فرج بي عامر رئيس لجنة الصناعة في منطقة السويس ومنطقة شرق التفريعة، وشفنا كل الحاجات دي، اتبسطنا جدا من الاشكال الاسماك، واحنا على فكره نعتبر نمره 3 على مستوى افريقيا في انتاج السمكي. احنا عندنا مصادر للاستزراع السمكي كبيره جدا، عندنا بحرين، عندنا 11 بحيره. يعني طب لو سمحتي يا دكتور شدوا حيلكم معانا ان احنا نشوفها في السوبر ماركت زي اي يعني الحقيقه في حاجات كتير موجوده يا فندم، في حاجات كتيرة موجودة. حياتك لو دخلت السوبر ماركت بتاع الجيش اللي هو سانسيت او الحاجات دي، بتلاقي السمك موجود مجمد وبتلاقي الاشكال دي، يبقى ولكن احنا برضو بنصدر منه، خلي بالك. احنا بنصدر طبعا. احنا في الفترة الحالية نقول ايه، اللي يحتاجه البيت يحرم مش عارف عليه، فاحنا عجنة والكنيسة كل حاجة. شكرا يا دكتور إيفيلين، طالما احنا محتاجينه. شكرا جزيلا دكتور إيفيلين متى بطرس عضو لجنة الصناعة بالبرلمان المصري.